Для порошковой продукции начинается с мытья после... только одноразовые емкости, чтобы гарантировать качество и избежать перекрестной контаминации. Данная техника впервые используется на Ближнем Востоке. Высокоточная. Лучших производителей. Прошедших сертификацию в США или Европейском Союзе. Орлан внедряет полностью автоматизированные средства контроля за всем производственным процессом для предотвращения любой возможности воздействия человеческого фактора. У Орлан имеется новейшее оборудование для производства высокотехнологичной продукции, например, лиофилизатор, который используется для продуктов сублимационной сушки, чтобы избежать воздействия человеческого фактора и возможной подделки. На всей продукции Аруан проставляется идентификационный штамп, известный как матрица данных, где при помощи лазерной технологии на каждом сосуде регистрируются все специальные данные по продукции. Аналогично процесс производства ампул начинается с... контролируется специальными камерами, которые в верхней части каждого флакона или ампулы. Сверка производства автоматически фиксируется компьютерами, расположенными в диспетчерской, при помощи с передовым опытом фармацевтической отрасли, известных как система мониторинга зданий. اولا هذه مش اول زياره لي لمصنع اروان وانا دائما فخور بكل الصناعه اللبنانيه. مصنع اروان بالفعل فخر الصناعه اللبنانيه والانتاج اللبناني والاصرار اللبناني على مجابهه كل التحديات. تحديات كورونا اللي عم بمر فيها العالم بمر فيها لبنان مش قليله، ولكن اللبنانيين دائما بيثبتوا انه هن قادرين يجابهوا كل التحديات، وكورونا ان شاء الله احد التحديات اللي قادرين نحن نخوض ضدها كل الحروب الممكنه، بالعلم بالثقه بالتضامن وبالتعاون مع
دول أصدقاء للبنان، وروسيا دولة صديقة للبنان. أنا مبسوط كتير إنه اليوم سعادة السفير الروسي عم بيشاركنا هذه الزيارة ليطلع عن كثب عن إمكانيات أحد مصانعنا الأساسية، وإن شاء الله بنتيجة هذه الزيارة وبنتيجة المباحثات اللي عم تصير والتقييم اللي عم تصير في لبنان والخارج والخاص بروسيا، ممكن نقدم بالتعاون مع الأصدقاء في روسيا شيء جيد للمجتمع بشكل عام بالأخص للمجتمع اللبناني. طبعا ما بدنا مثل بقولوا أوفر سيل نبيع أكثر مما نحن موجودين أو عم نقدر نعمل الشيء، عم بشوي شوي عم بينبحث بالطرق اللي لازم تكون عم تنبحث فيها، ونحن بانتظار أي شيء ممكن يتطور. بتشكر كمان مرة تانية السفير على زيارته، بتشكر الأستاذ أبو زيد على دعمه، وبتشكر المصنع وإدارة المصنع وعمال المصنع على تقديم شيء نحن فخورين فيه. والله يعطيكم العافية جميعا. شكرا جزيلا. قبل كل شيء يعني لأصحاب المصنع أروان اللي هذه الخبرة اللي يعني عالية، عشان أنا تعرفت بمصانع وبمعامل هون في لبنان، وأنا أستطيع أقول اللي عندما أنا أشوف مثل هيك المعامل ومصانع والعمال اللي موجودين هون وجاهزون للشغل، هذا يعني اللي المجتمع اللبناني جاهز لل يعني الحال كل المشاكل اللي موجودة حاليا في المجال السياسي ومجال الاقتصادي وحتى في مجال المصارعة ومكافحة ضد الكورونا. ولهذا السبب طبعا روسيا كتفضلت تقول معالي الوزير نحن جاهزون للمساعدة ودعم للشعب اللبناني ولجمهورية اللبنانية في كل المجالات بما في ذلك في مكافحة ضد الكورونا، وإن شاء الله طبعا بعد الزيارة ثانية وإن شاء الله بتكون هناك يعني تواصل في الاتصالات مع الشركات المعنية في روسيا ومع الشركات اللبنانية. هذا الأفق المميز للتعاون للتطوير ولتقدم. وشكرا وتصبحوا على خير. هناك إمكانية لتطوير بموضوع الفاكسين كورونا، يعني هون عندنا استعداد. أنا خليني أكد إنه الكفاءات والإمكانيات وكل الآليات والمعدات والتصميم والتراخيص والشهادات كلها مؤمنة في هذا المصنع لتقديم الخبرة الكافية لأنهم يقوموا بتصنيع اللقاح الروسي اللي نحن طامحين أنه نصنعه في لبنان. زيارتنا هون كمان للإطلاع عن كثب، لكمامة اللي بقوله النظرة المباشرة مهمة، وما عندنا شك أنه نحن القدرات موجودة والإمكانية موجودة والمصنع جاهز لهذا التحدي. يعطيكم العافية.